إله إلا الله استعنا به لا إله إلا الله استنصرنا به لا إله إلا الله دعوناه فقد تكفل سبحانه بالإجابة اللهم استجب لدعائنا اللهم اغفر لنا زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض الدين عنا اللهم واقض الدين عنا اللهم ارخص اسعارنا اللهم ارخص اسعارنا اللهم خذ بايدينا الى فعل الطاعات وترك المنكرات اللهم اشف امراضنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا وعليك بمن ظلمنا وعليك بمن ظلمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ومن أرادنا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك اللهم ريحا عليهم كريح عاد اللهم واجعل أيامهم وليالي سودا يا ذا الجلال والإكرام أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أحصهم عددا وأمتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان اللهم وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيام رمضان واجعله إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين ونسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجمعنا هذا ذنبه اللهم اغفر لجمعنا هذا ذنبه واجعل سعيه مشكورا وعمله مبرورا اللهم وأصلح له ولده اللهم وألف بينه وبين زوجه اللهم وأعطه ما سأل يا رب العالمين اللهم تولنا برحمتك اللهم تولنا برحمتك والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.